وجني هاي مزبابة وجني فوزن وكني سواكن. هذه المدينة العتيقة التي تقف شاهدا عظيما على حركة التاريخ في الدنيا بأسرها، وحصنا منيعا تأبى إتيانه على كل طامع ومغتصب، وبيدا عريقا تزاحب به آفاق عواصم الإمبراطوريات على مستوى المعمورة. كيف لا وقد تصدت للبرتغاليين وتمنعت على محمد علي باشا ورفضت رفع علم الإنجليز؟ سواكن عظمة وجلال فاق كل حدود التصور والمعقول. دخلناها في هذا الصباح في محاولة لقراءة تواشيحها الجمالية، فما بخلت علينا كالعهد بها، فأهدتنا الكثير من أسرارها وضربت بيننا وقصورها العتيقة جسرا أفضى بنا إلى عوالم التاريخ المدهشة. سواكن أخذت على نفسها عهدا أن تبلغ أهل المواجد وحمائم المساجد مبتغاهم. إليها تنتهي قوافل الشوق لتبدأ مطالع الأنوار النبوية التي تتراءى على ثنيات وداعها البائية، ليبلغ حبل الوصل منتهاه لكل حاج ومعتمر. فوفرت للحجاج والضيوف البيوت والمجالس والمضايف، وأعدت المساجد ومجالس العلم لكل أهل مذهب. ألا يكفيها هذا فخرا بأن حمد وحود الدين والدنيا؟ فكانت للدين والعلم، فقصدها المرغني والمجذوب، وقبلهم الشريف محمد الحسيني والشريف الشنقيطي. سواكن مسقط رأس أمير أمراء الشرق عثمان دقنة، الذي لم يهزم قط، قائد الفضوضي، أولئك المحاربون الأفذاذ الذين حطموا أسطورة المربع الإنجليزي. هؤلاء هم أبناء سواكن، هذه المدينة التي هزت عرش الإمبراطورية الإنجليزية وأنجبت سواكن ابنها البار. حقا محمد صالح درار الذي قضى عمره في جمع الوثائق والمخطوطات عنها، وكتب عنها كتابه الذي لا غنى عنه لمن يتحدث عن سواكن، وقد قال في مقدمة كتابه تاريخ سواكن: إنما دفعه إلى ذلك هو حبه لسواكن، مستشهدا بقول الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قطاها الشباب هنالك. Give me an answer.
ابتهت بجمالها على جيرانها لقرون. كانت مهوى أفئدة العشاق سواكن، حوت القصور وأقامت للمعرفة دور، وأنجبت أفذاذ الرجال. فما أنبلها من مدينة وما أجمل مراكبها الصغيرة متناثرة على صفحة البحر كصبايا يرقبن الإذن بالدخول لبلاط صاحبة الجلالة. سواكن. وفي جوازي دبت قوازي كم كمينا قبيلاتي